والواضح أنها أطاحت بمجموعة من الرموز الديكتاتورية وبعض محيطها المباشر، ولم تستطع اقتلاع المركب الاستبدادي الحاكم أو ما اصطلح عليه بالدولة العميقة باستثناء ليبيا إلى حد ما في ظروف معقدة كما نعلم جميعا. إن دور ثورة تونس كان حاسما في اندلاع كل الثورات الأخرى، لم يكن مجرد النقطة التي أفاض الكأس، لا بل كان عاملا مشعلا وباعثا لها بما كسر من حاجز الخوف في دولة بوليسية حتى النخاع وقتئذ. عرفت هذه الثورات انتكاسات لعدة أسباب لعل منها: أولا، خطأ تسليح الثورات السلمية خارج دائرة البلاد المحتلة هو خطأ جسيم يتمناه الحاكم المستبد العنيد، لأنه يجر الثورة إلى الساحة الوحيدة التي يتقنها وليس لديه في نهاية المطاف ما يخسره، إذ لا غيرة له على الوطن الذي يهمه كرسيه ومصالحه. القوة الثورية التي هي الجماهير كانت بدون قيادة تنظيمية موحدة قائدة لها، وهذا أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو أن القوة السياسية التي انطلقت مع الثورة أو انضمت إليها لم تستطع تكوين تنسيقية سياسية توافقية جامعة مصاحبة للثورة وقادرة على صياغة برنامج للمرحلة الانتقالية مبني أساسا على التوافق وإعطاء الأولوية لإقرار الشعارات الأساسية للثورة: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. إن التناحر الذي حدث بعد الثورة وعدم التوافق فوت الفرصة على جني ثمارها وفتح الباب لتلاعب القوى المضادة الموحدة والمدعومة من أطراف خارجية، وجعل ما اصطلح عليه بالدولة العميقة تشكل حجر عثرة في وجه الثورة، ووظف التناقضات هذه الأخيرة للبروز مجددا والاستيلاء على السلطة. كذلك دور الغربي كان سلبيا للغاية، وبعضه كان متربصا بالتغيرات التي طالبت بها الشعوب وسكتت عن سلوك الثورة المضادة التي قادها العمق الاستبدادي، بل دعمته بعد ذلك كحالة مثلا. والأسباب التي قامت من أجلها الثورات ما زالت قائمة: الأمية والتهميش، القمع والاستبداد، غياب حقوق الحريات، النسبة المتزايدة للبطالة، الفشل في التنمية والكفاية الاقتصادية، التفريط في قضية فلسطين، ضعف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، سوء توزيع الثروة إلى آخر. الثورات المضادة والعمق الاستبدادي المنبعث لا أفق لهما، لا سياسيا ولا اقتصاديا تنمويا ولا اجتماعيا، كما لا أفق وسط الأمة لتيارات العنف والتكفير والإقصاء. القوة السياسية ينبغي أن تستخلص الدرس البليغ مما وقع وتغلب المصلحة العامة للشعب وللوطن على المصلحة الحزبية وتتفق على مرحلة توافق انتقالية أساسية. على الغرب أن يسعى لتجاوز إشكالياته الفلسفية والثقافية والسياسية والحضارية العامة مع الأمة العربية والإسلامية، ويقر ويحترم الاختلافات والتنوعات الحضارية وحق الشعوب في أن تعيش حرة وفق اختياراتها وهويتها، وأن يقتنع أن محاولة تنميط الحضارة العربية الإسلامية على النموذج الغربي أمر مستحيل.